تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمشاركة أكثر من 50 دولة، افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف فعاليات المسابقة العالمية 26 للقرآن الكريم. المسابقة العالمية للقرآن الكريم تنظم سنويا للتشجيع على حفظ القرآن الكريم وفهم معانيه. ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. مسابقة الأوقاف الدولية للقرآن الكريم باتت تقليدا سنويا يتنافس من خلاله حفظة كتاب الله من مختلف بقاع الأرض. تتميز هذا العام في نسختها 26 بتوسيع نطاق المشاركة إلى دول كثيرة وبخاصة الدول الأفريقية، لتكون تأكيدا أن مصر حملت على عاتقها لواء الوسطية وتأصيل الفهم الصحيح لكتاب الله عز وجل. نحفظ القرآن الكريم كاملا بالتجويد، وإن شاء الله وحصلت على 3 إجازات قرآنية برواية حفص عن عاصم، تيت لأنال المركز الأول إن شاء الله تعالى بإذن الله، وأمثل بلدي خير تمثيل. مسابقة سببا لحفظ القرآن تماما ولحفظ دين الله عامة، ولا سيما في بالنسبة للأفارقة. نتشرف بهذه المشاركة في بلد مصر العربية وتسمى أم الدنيا. حبل نور ممدود ما بين السماء والأرض يتلألأ مع كل عام عبر تسخير الجهود والطاقات المنظمة من القائمين على المسابقة لإقامة دورات ناجحة. خدمة القرآن لا تقف عند الحفظ فقط، وإنما تتعداه إلى الفهم والتفسير الصحيح وفهم مقاصد القرآن الكريم، وما حرصنا أن تتضمنه هذه المسابقة. ووفاء لأعلام مصر من السادة القراء الكبار وتذكيرا بما لهم من مكانة في عالم القراءة والإقراء، قررنا أن نطلق على كل مسابقة اسم عالم من الأعلام، وأن نبدأ بشيخ القراء والمقرئين فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله. مصر الحقيقة يعني بتثبت أنها فعلا أولى بهذه الرموز وبالاحتفال وبتذكير الأجيال القادمة اللي يمكن قد يعني البعض نسي هذه الرموز. الأخذ بالنهضة العلمية الحقيقية عن طريق المسابقات وعن طريق المؤتمرات وعن طريق الأكاديمية، أكاديمية التدريب، أكاديمية الأوقاف للتدريب. رعاية الدولة رعاية كاملة لأهل القرآن، ده يعني بيدل دلالة أساسية أن مصر هي بلد الوسطية وبلد الاعتدال. عام تلو الآخر تدفع وزارة الأوقاف بوضع خطط جديدة تعلي من شأن المسابقة العالمية للقرآن الكريم، لتكتسب مسابقة هذا العام سمعة مرموقة مستمدة من بركة المصحف الشريف. حفظة للقرآن تفرقهم جنسيتهم وتجمعهم آيات الله، جاءوا من كل حدب وصوب للمشاركة في الدورة 26 لحفظ وتلاوة وفهم وتفسير القرآن الكريم بالمسابقة العالمية لوزارة الأوقاف برعاية رئيس الجمهورية. متسابقون يستحسنون نيل الجائزة التي تأتي لخدمة القرآن الكريم، فمن الفائز؟ سؤال إجابته بعد أسبوع في نهاية المسابقة. وليد هيكل، التلفزيون المصري.